يقولون إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وتطبيق سنته وهديه، لكن ماذا عن من يقصر في اتباعه لكنه يحبه؟ يبكي حينما يذكر اسم محمد، ينتفض وتهتز مشاعره حينما يقرأ اسم محمد. هناك من يغضب لأجل رسوم يظن أصحابها أنهم يسيئون لمحمد. هناك من يفرح ويستبشر بذكرى مولد محمد. في ذكرى مولدك يا رسول الله نقول: ونحن المقصرون في اتباع سنتك، البعيدون عن هديك، نقول: اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمد وآل محمد وصحب محمد، فاحشرنا معهم وارزقنا حسن التأسي والاقتداء بنبيك محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وكل عام وأنتم بخير.